آخر استطلاع للرأي البجي قايد السبسي يتفوق على حمادي جبالي في الانتخابات الرئاسية، وحركة نداء تونس تتجاوز حركة النهضة في التشريعية. عوائق إدارية وقانونية تحول دون جلب الاستثمارات، وتشديد على ضرورة فرض الاستقرار الاجتماعي، وخلافات بشأن توسيع الائتلاف السوري المعارض، والاتحاد الأوروبي منقسم بشأن تسليح المعارضة السورية. تحية طيبة وأهلا بكم. شدد رئيس الحكومة علي العريض في افتتاح منتدى المال والأعمال، شدد على ضرورة فرض الاستقرار الاجتماعي لجلب الاستثمار، وذلك عبر تضافر مختلف الجهود. وأكد العريض أن الحكومة عازمة على تجاوز العوائق التي تقف حاجزا ضد عملية الاستثمار في تونس، سواء كانت تلك العوائق إدارية أو قانونية. التشجيع على الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال قراءة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتونس، ووضع برنامج مستقبلي لتعزيز الشراكة بين تونس والبلدان العربية والأوروبية، أهم النقاط التي صرح بها رئيس الحكومة علي العريض في ملتقى مال وأعمال. حرصت تونس رغم دقة المرحلة على تجاوز مناحي اقتصادها من اضطراب، وشرعت العديد من الإصلاحات العميقة التي من شأنها ضمان حقوق المستثمرين المحليين والأجانب والأشقاء، وتوفير الضمانات القانونية الضرورية لهم، مع الحرص على اختصار الأجال وتبسيط الإجراءات لتفادي الترتيبات المعقدة والاستغناء عن العديد منها. في إطار مجلة تحفيز الاستثمار، وتم إرسال قانون أو مشروع قانون إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه بالنسبة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. مجلة جديدة للاستثمار تركز على كل محاور الاستثمار، من نفاذ إلى السوق، من ضمانات للمستثمرين، من الحوافز الجبائية والمالية. كما تم إلقاء الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستثمر في تونس من مصاعب قانونية ولوجستية. احنا عرضنا 6 مشاريع باش تشغل اكثر من 35 الف موطن شغل، فالدولة العميقة هي اللي عطلت المشاريع هذه بدعوى انه يلزم معناها التريث، انه يلزم طلب عروض. كما بين رئيس الحكومة ان الاستقرار الاجتماعي والوضوح السياسي والتوفر الامني سيساهم في دفع الاستثمار الوطني والاجنبي لتعزيز القدرة التنافسية. قدم اليوم مجمع تراسي تود نتائج استطلاع الرأي لهذا الشهر بشأن نوايا تصويت التونسيين في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقد تقدم البجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس بنسبة 16.2%، وأحرز حمادي جبالي رئيس الحكومة السابق على المرتبة الثانية حسب نوايا التصويت بنسبة 3.4%، واحتل حمّال همامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية المرتبة الثالثة بنسبة 2.9%. أما في الدورة الثانية، وإذا ما انحصر الأمر بين بجي قايد السبسي وحمادي الجبالي، فإن السبسي يتفوق بنسبة 51.2%. أما عن الانتخابات التشريعية، فإن حركة نداء تونس تتقدم بنسبة 33.8% مقابل 29.4% لحركة النهضة. أما الجبهة الشعبية فتتحصل على 11.6%. دخل صباح اليوم عوان البحرية بالشركة التونسية للملاحة في إضراب عام عن العمل لمدة 3 أيام، وقد تعطلت عملية شحن البواخر الراسية في ميناء حلق الواد، إلى جانب التهديد بتعطيل البواخر الأخرى. ويطالب المضربون بالاعتراف بالنقابة الأساسية لضباط البحرية كممثل شرعي للضباط، إلى جانب تشريك النقابة وضباط البحرية بمجلس الإدارة في المفاوضات الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للضباط داخل البواخر. قالت صحيفة جزائرية أن قوات الأمن الجزائرية قامت بإلقاء القبض على عدد من التونسيين ينتمون إلى تيار أنصار الشريعة أثناء تسللهم إلى تراب الجزائري. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية مطلعة أن التونسيين 3 متطرفين حاولوا الدخول عبر المعبر الحدودي البري مستعملين جوازات سفر مزورة، وتبين أن هؤلاء الأشخاص مطلوبون للعدالة في تونس، وصدرت في حقهم بطاقات تفتيش.
إصلاح المنظومة الأمنية وإرساء أمن جمهوري والتحديات التي تواجه الدولة في هذه المسألة كانت محور اللقاء الحواري الذي نظمته جمعية العمل المدني بإقليبيا بالتنسيق مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يوم السبت الماضي. إصلاح المنظومة الأمنية وإرساء أمن جمهوري تحد كبير أمام وزارة الداخلية والمجتمع التونسي ككل، موضوع ألقت عليه الضوء جمعية العمل المدني بإقليبيا يوم السبت الماضي في ندوة حوارية. حكم أنه القطاع الأمني قطاع حيوي وضروري إصلاحه وضروري دسترته وضروري معناه الرقي برجل الأمن حتى يسعى أنه يحمي الدولة، والدولة كذلك مطالبة بحمايته، وتدريجيا نسعى وأنه تتحسن علاقة المواطن برجل الأمن في إطار مصالحة وطنية تخلينا نطمحوا أنه نحقوا ديمقراطية حقيقية في تونس. دور الأمن الجمهوري في الانتقال الديمقراطي وما تشهده البلاد من مظاهر غريبة باتت تهدد السلم الاجتماعي وتحول دون تطبيق القانون أبرز ما تطرق إليه المتدخلون. هذه لا يمكن الحديث عن إصلاحات قطاعية في تونس ونتحدث صحيح اليوم على إصلاح المنظومة الأمنية، ولكن لا يمكن الإصلاح يكون إلا وفق مقاربة شاملة. لابد وأنه نتحدث كذلك عن إصلاح لكافة القطاعات ذات العلاقة بالشأن الأمني وخاصة المنظومة القضائية. هذه مقاربة أولية في إقليبيا وعملنا عديد مقاربات على كامل تراب الجمهورية التونسية. إن شاء الله بالمقاربات هذه نخلطوا ونكونوا نحطوا مشروع مشترك بين كافة مكونات المجتمع المدني والنقابة الوطنية لإصلاح المنظومة الأمنية وإصلاح المؤسسة الأمنية حتى تصبح المؤسسة هذه في تطلعات أفراد الشعب التونسي. تبقى مسألة إصلاح الأمن وبناء أمن جمهوري يعمل على حماية دولة القانون وأسس الجمهورية مرتبطة بالإرادة السياسية. الآن ننتقل إلى الأخبار العالمية. تسود الخلافات بين مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بشأن توسيع تشكيلته رغم انضمام 8 أعضاء جدد إليه، في حين تجرى اليوم تحركات جديدة للإعداد للمؤتمر الدولي المزمع عقده الشهر المقبل لبحث حل سياسي للأزمة السورية، فيما لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حيال تخفيف حظر السلاح المفروض على سوريا. يعتزم محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا أعلى هيئة سياسية في البلاد، يعتزم تقديم استقالته يوم غد الثلاثاء بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في النظام السابق. واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون مثير للجدل في 5 مايو الجاري يبعد من الحياة السياسية شخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق. وبالأخبار العالمية نكون وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.